هلا اذا بحاله الهارد لود البي سويتشنج بتساوي 75 واط. فالان بصير عندي جي تي جي ماكس بدها تكون 70 درجه، مش هيك ما بتتجاوز ال 70 درجه، فبصير عندي 70 ناقص 25 الان على 75 بقسم بتساوي 0.1 اللي هي ار جي سي زائد ار هيل سينك، وانا هون اهملت الار سي اي. فبيطلع معي الان ار اتش سي بتساوي قديش؟ 0.5 كلفنز. طبعا 0.5 مقارنه قديش كان عندي قبل شوي؟ 1.7. شو بدها تكون 0.5؟ حجمها اكبر، لازم مساحه السطح لازم تكون اكبر، فبدي كميه بدي ثيرمال ريزيستنس اقل حتى تحقق.